سفينة تايتانيك ما غرقت أبدا بسبب الجبل الجليدي، بل أنهم بنوا سفينة تايتانيك بأكملها فقط ليقتلوا 3 رجال أعمال كبار في أمريكا، وفعلا دليلهم رح يقنعك 100%. صراحة الأحداث اللي رح تشوفوها هلأ أصرح من الجبل الجليدي بكتير. بلشت القصة لما سيطر آر روتشيد على أوروبا وبريطانيا بأكملها عن طريق بنوكهم الموجودة هناك. قرروا كمان أنهم يبنوا بنك مركزي في الولايات المتحدة الأمريكية ليفرضوا سيطرتهم التامة عليها وجني مبالغ هائلة لإشعال فتيلة الحروب العالمية، طبعا واللي هن 7 رجال أعمال عمالقة العالم في وقتها، وأكبرهم ممثلين مؤسسة جي بي مورغان. ولكن يا إخوان كان في 3 رجال أعمال كبار في أمريكا بشكل عائق كبير في إنشائهم لهذا البنك. فراحوا شو عملوا 7 رجال العمالقة؟ قاموا بإغراءهم بسفينة عظيمة انشهرت في وقتها بالسفينة التي لا تغرق أبدا، سفينة تايتانيك التابعة لشركة وايت ستار لاب اللاين واللي بيملكها جي بي مورغان نفسها اللي حكيت لكم عليه. فتم خداع هذول 3 بسفينة تايتانيك وفعلا انهلكوا في قاع المحيط سنة 1912. وبعد وفاتهم بسنة واحدة تم إنشاء بنك الاحتياطي الفدرالي سنة 1913. لا وبعدها بسنة واحدة أي بسنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى. وكمان واحد من الناجين بسفينة تايتانيك اسمه فاجنر بيوران أكد أنها بوقت الحادثة سمع صوت انفجار قوي داخل السفينة، خرج واكتشف أن السفينة قاعدة بتغرق، وأكد كمان أنه ما شاف أي جبل جليدي. هذا غير أن أقرب جبل جليدي بيبعد عن مكان غرق تايتانيك 8 أميال بحرية. بس خلصت القصة لهون، وانتظروني بفيديوهات خرافية ما صارت على اليوتيوب بوصولنا للمليون.